حسين الشحات واليو ديانج بيخضعوا لاختبار المنشطات، ومحمد شريف هو رجل مباراه اليوم. كابتن علاء، يمكن هنتكلم في رجل المباراه بعد كده، ولكن معايا بعض الارقام عايز اكلمكم فيها. كولر او مستر كولر اول مدرب سويسري يشارك بكاس العالم للانديه، وخامس مدير فني يقود النادي الاهلي في المونديال. قبل كده كان في مانويل جوزيه في البدايه، كابتن حسام البدري، كابتن محمد يوسف، وبعدين مستر موسيماني، وبعدين مستر كولر. يمكن مستر مانويل حقق اول ميداليه برونزيه زي ما قلنا 2006، و موسيماني حقق ميداليتين برونزيتين 2020 2021. مستر كولر عنده الحافز ان هو يحقق ميداليه، عنده حافز، هو شغال في هدوء، ودي من اكتر مميزاته. يعني نادرا ما تلاقيه بيتعصب، نادرا ما تلاقيه بيتكلم، لكن هو دايما هادي جدا، بيشتغل على النقاط المهمه قوي في فرقته، وعنده الدافع قوي جدا ان هو يوصل لبعد البرازيل ان شاء الله رب العالمين.